الموجود الآن في العملية التعليمية عملية تعليم وليست تربية، عملية نقل معرفة، نقل جانب معرفي عقلي فقط. التربية هي عملية نفسية تهتم بتنمية الشخصية تنمية متكاملة. لو لما نقول التربية نقول أن التربية هي تهتم بتنمية قوى الشخصية الاجتماعية والنفسية والانفعالية والوجدانية والمعرفية التي تتم بشكل رسمي اللي هي في المؤسسات التعليمية، وإن حدثت وبشكل غير رسمي خارج المؤسسات التعليمية. ولكن الحقيقة خلينا نتكلم على زي ما يقولوا بساطة أحمدي، أن ما يحدث في المؤسسات التعليمية أو في المدارس الآن هي عملية نقل معرفة. فالمعلم هو مرسل والتلميذ مستقبل، زي من اللي يسلفك مثلا 100 جنيه ويقول لك والله بعد 3 شهور أعطيني 100 جنيه فيدباك، يعني تغذية راجعة. وهذه هي العملية. قلما أو نادر جدا ما تلقى مثلا معلم يهتم بالجانب الاجتماعي للتلميذ، يهتم بالجانب الوجداني للتلميذ، يهتم بالجانب الاقتصادي للتلميذ، يهتم بالجانب الديني للتلميذ، الجوانب الأخرى التي تهتم بهم التربية. فالتربية الآن الحقيقة يعني وإن كان شعار وزارة التربية والتعليم، ولكن هي ما يتم في المدارس هو تعليم فقط وليس التربية، مع احترامي الشديد واحترامي الكامل لمن يشتغل في هذه المؤسسات.